ميني ستوديو. هاي لكل اصحابنا يلي ناطريننا هلا مثل كل يوم على شاشة الام تي في على الساعة 4. حلقة ميني استوديو بلشت مع كل شخصيات يلي بتحبون ويلي بتنطرون. انا وكيكي، كلوي، دومينيك، كلنا هون لحتى نقدم لكم اجدد المعلومات عن مواضيع يمكن بتعرفوها ويمكن لا. واليوم نقينا لكم البوجي او الشمع. كتار منكم بيعرفوا شو هن الشمع، بس قديش عنا معلومات عن هذا الموضوع رح نعطيكم اياهم كلهم بحلقتنا. ولكن قبل رح نبلش شوية جاسبس مثل ما شايفين مع لورا مورانو. لورا التقت بالفانز تبعها لأول مرة بمعرض للسيارات بديترويت، وكانت كتير مبسوطة إنه الفانز اجوا لعندها وشافوها، ورجعت كتبت على تويتر إنه كان أحلى نهار هيدا بتعتبره لأنه كتير بتحب الفانز تبعها، وكانت لفتة كتير حلوة منهم إنه اجوا لعندها وشافوها وتصوروا معها بالمعرض. رح نحضر هلا ميوزك فيديو للورا مورانو، ومن بعدها بنكفي بكل أخبار. من لورا مورانو رح ننتقل لمايلي سايرس، سيلينا غوميز، بريتني سبيرز، وتايلور سويفت. كل هدول الستارز اللي عم قلكن عنهم استارق الويب سايت تبعهم، كيف وليش بعد ما عرفنا، بس اكيد بالوقت اللي انتم عم تحضروا في هيدي الحلقه رح يكونوا زبطوا الوضع التيم تبعهم وردوا لهم الويب سايت. نتمنى انه ما بقى ينسرق الويب سايت تبعهم، لانه كتير من الفانز بيتابعوا اخبار الستار اللي بحبوه عبر الويب سايت. هلا رح نحضر لهانا مونتانا او مايلي سايرس ميوزك فيديو، ومنشوف شو الميوزك فيديو اوف ذا داي. Looking fly and you're finally coming over. I've been checking out you but you didn't notice. Uh-oh, uh-oh. Yeah, I did and it's really nice to meet ya. 1, 2, 3, could you smile for a picture? Tonight we're gonna get this, gonna really love it. Uh-oh, uh-oh. Somebody just said, Hannah, do you already have a man? Cause I'm smooth like Carlos Santana. Well, here we go, boy. كتير حلوة هيدي الغنية لهانا مونتانا، وأنا كتير بحبها، من أحلى الأغاني يلي عملتهم. أما هلأ صار وقت الميوزك فيديو أوف ذا داي، وأنا وعدتكم من كم إبيزود لورا إنه نحضر أجدد ميوزك فيديو لأستن ماهون يلي هو مع بيتبول اسمه واليوم رح أوفي بوعدي وجبت لكم هيدا الميوزك فيديو اللي كتير حلو رح نحضره، من بعده بتنطلق حلقتنا يلي عنوانها البوجي، فيها كتير معلومات وأكيد ألعاب وكل الفقرات يلي بتنطرون كل يوم بس بميني ستوديو على شاشة الإم تي في. Austin and them keep doing your thing. Let these boys keep slipping, man. I'm not into gymnastics, but I'm into flipping things. I tell these women that it's all about a team. Jordan and Pippen, man. So do you wanna join the team? Now tell me, little miss thing. When I saw her walking down the street, she looked so fine. I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that I could say was. Yeah, 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 yeah. All that I could say.
cause I mean what I say, 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 say. We can do whatever, do whatever we want. When she walk past me, I say, hey, 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 hey. So tell me where you from, where you wanna go. Why she walk past me like I ain't say a word. Stood there like, man, girl, I don't usually feel some type of way, but this one hit me hard in some kind of place. Like, when I saw her walking down the street, she looked so fine, I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that I could say was, heels clicking up down the street. You know she's coming in when she walks away. Way, way, way. I'm a big, big deal. A little fun's all I need. But I can tell she don't believe what I say. أنا دايما معي كتب لأنه بالكتب بنستفيد ومتعلم إشياء كتيرة. حلقتنا اليوم بتحكي عن الشمعة. كلكم شايفين شمعة بحياتكم، بس لقلكم الشمعة مش كتير مهمة، بس من زمان وقبل ما يكون في كهرباء وقبل ما مستر اديسون يخترع اللمبة ونقدر نقشع بواسطة الكهرباء واللمبة، كانوا يستعملوا النار أو الشمعة. فإذا كانوا يدووا نار وبعدين كانوا يدووا شمعة تيقدروا يقشعوا. نور الشمعة مهم كتير لقلنا. كمان الشمعة هي موجودة ومعمولة بمادة اسمها البارافين، وبقلبها في فتيلة يلي هي منضويها، ولما بيدوب الشمع أو البارافين الشمعة بتصغر وبتدوب وبتخلص. نحن قريباً وبهالويكند كتار منكم رح يبعتولنا صورهم أكيد يلي بيكونوا حاملين شمعتهم يلي هن زينوها بركة وراحوا فيها على الكنيسة تيعيدوا عيد الشعنينة يلي كتار من المسيحية بالعالم بيعيدوا بهيدا النهار. فإذاً رح نحكي عنه بعدين، بس اليوم حلقتنا عن الشمعة مهمة. وكتار من أصحابنا يلي بيقولوا إنه زهقانين كتير بالفترة يلي ما بقعد في عندهم فيها درس أو بيكون في فرصة، بيقدروا يتسلوا ويزينوا مثلاً شمعة حلوة للبيت أو يهدوها لأهلهم أو كمان يستعملوها لعيد الشعنينة. هالكتاب بقلبه في أفكار تنقدر نتسلى. 200 activités copain Édition Milan Jeunesse. بقلبه في أفكار عديدة تنقدر نعمل إشياء منستعملها من هلأ لآخر الصيفية، يعني إشياء منستعملها بالطبيعة مثل مثلاً هالسيرفولان أو كمان المولان أفان يلي أكتر شيء منستعمله بفترة الربيع لأن بيكون في بعد شوية هواء قبل ما يصير شوب كتير بالصيف. في عنا إشياء وأفكار مهضومة تنقدر نتسلى ونعمل أشغال يدوية مفيدة، وكل الأشياء يلي منستعملها بهالكتاب موجودة عنا بالبيت أو بالطبيعة فينا نحصل عليها بطريقة هينة. ديكو دو نويل، بس نحن هلأ بعاد عن كريسماس وغيرهم. فيف لا ناتشور، وهون في عنا أفكار كتيرة من الطبيعة نقدر نطبقها من هالكتاب. فإذا ما بدنا أبدا نسمعكم إنكم زهقانين، لأنه أول شيء فيكم تحضروا ميني ستوديو، فيكم كمان بتشوفونا إذا ما حضرتونا على شاشة الام تي في تحضرونا على الإنترنت أكيد على السايت تبع الام تي في، وتكبسوا على ميني ستوديو وتحضروا الحلقة. كمان فيكم تجوا تحضرونا بالمسرح لأن عنا مسرحية رح تبلش جمعة الجاي لكل أصحابنا يلي بحبوا بيتر كاتن تيل يغنوا بيرقصوا معنا بمسرح الجميزة. اتصلوا فينا على رقم 03 85 86 87 ومنفسركم كيف فيكم تجوا لعنا. وهلأ تعالوا نلعب ونربح دايما بميني ستوديو. هاي جايز، ما عم نلحق على الفيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، كلكم عم تفوتوا عم تعملوا لنا لايك وعم تجاوبوا بسرعه كثير. هالمره ربحت ليا خوري. سالت السؤال التالي، اي بواسون فيها اكثر شيء سكر، المي، جو دورانج او بواسون غازوز يعني الصودا؟ ليا خوري جاوبت صودا، ومزبوط، لأنه الصودا فيها كل تنكة صودا أو كل تنكة بواسون غازوز فيها أكثر من 8 ملاعق سكر، يعني فيها كتير 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 سكر وكتير بتنصح ومنا منيح أبداً للصحة. خلينا نشوف هدية ليا خوري. مبروك، الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند. برافو ليا خوري، فاتت بسرعة دغري وقت سألت السؤال على فيسبوك بيج شبع من يسجو عملتنا لايك وجاوبت على السؤال بطريقة صحيحة. هلا رح اسال السؤال التالي، دو كيل كاتيجوري داليمون لا توماط فيتيل بارتي؟ فروي او ليغوم؟ البندوره هي فواكه
أو خضرة؟ إذا بتعرفوا الجواب دغري هلأ فوتوا على فيسبوك بيج ميني ستوديو، عملونا لايك وجاوبوا على السؤال، لأنه إذا ما بتعملونا لايك وبتجاوبوا على السؤال ما رح تربحوا معنا. جاوبوا بطريقة صحيحة وبتربحوا معنا هيدا الهدية. مبروك، الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند. Chic, ils sont malins, Lapinou, Lapina et grand cousin Lapinpin. Avec leur panier de carottes, nous racontent des anecdotes, des histoires de tout de rien. Lapinou, Lapina et grand cousin Lapinpin. Lapinou, Lapina et grand cousin Lapinpin. Ils sont chic, ils sont malins, Lapinou, Lapina et grand cousin Lapinpin. Avec leur panier de carottes, nous racontent des anecdotes, des histoires de tout de rien. Lapinou, Lapina et grand cousin Lapinpin. Lapinpin qui grignote et rafle toutes les carottes. Lapinou et Lapina dans leur coin ils sanglotent. Lapinou, Lapina et grand cousin Lapinpin. Ils sont chics, ils sont malins. Lapinou, Lapina et grand cousin Lapinpin. Avec leur panier de carottes nous racontent des anecdotes, des histoires de tout de rien. Lapinou, Lapina et grand cousin Lapinpin. Lapinou et Lapina, grand farceur et casse-cou, ils courent après leur cousin qui s'enfuit en criant au loup. Lapinou, Lapina et grand cousin Lapinpin, ils sont chics, ils sont malins. Lapinou, Lapina et grand cousin Lapinpin, avec leur panier de carottes, nous racontent des anecdotes, des histoires de tout de rien. Lapinou, Lapina et grand cousin Lapinpin. Pancakes au sirop d'érable, petit déjeuner indispensable. L'un sans l'autre c'est impensable, on les appelle les inséparables. Lapinou, Lapina et grand cousin Lapinpin. Ils sont chics, ils sont malins. Lapinou, Lapina et grand cousin Lapinpin. Avec leur panier de carottes nous racontent des anecdotes, des histoires de tout de rien. Lapinou, Lapina et grand cousin Lapinpin. Lapinou, Lapina et grand cousin Lapinpin. Ils sont chics, ils sont malins. Lapinou, Lapina et grand cousin Lapinpin. Avec leur panier de carottes nous racontent des anecdotes, des histoires de tout de rien. Lapinou, Lapina et grand cousin Lapinpin. متى أكبر بدي أصير حكيم. لا لا بدي أكون فريق من ستوديو. لا حكيم بدي ألبس السماعة اللي بحبها. بدي يكون عندي الطيارة لعبرم العالم وعمر بيت مع جنينة كتير كبيرة. بدي أجمع مصاري لسعد كل الناس، لهيك عم حط مصاري بالإجرة كل يوم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين، اسألوا عن خدمات المخصصة لأولادكم من البي ال اف. جان بول دكاش أكتر شي بحب الباسكتبول وما بحب أبداً يلعب فوتبول. إلي جوزي أبي أنطون أكتر شي بحب التياتر وما بحب أبداً الشان. ومن كيكي رح ننتقل هلأ شوي على جو اللعب بون منت أد بي ألف. من بعد ما تعرفنا على المشتركين صاروا حد هلأ وجاهزين ومحضرين حالهم كتير منيح، لأنه بالأخير واحد بس منهم رح يربح اليوث باكج من بانك ليبانو فرانسيس. جاهز إلي جوزي؟ يلا ستارت جيم. 5000، 20000، 105000، 100000، 75000، 2000. أوكي 105000، 220،
60,000 36 اوكي 181,000 270 3 2 1 وخلص وقتك إلي جوزيف. السكور تبع إلي جوزيف هو 4445 نقطة. قدي معقول يجمع جان بول؟ رح نتركه هلأ يلعب لنشوف بآخر اللعبة أي سكور رح يكون أعلى سكور رح ينجيب بحلقة اليوم. تلاقيه يعني. مئة ألف 10,000 150 30,000 125 40 56 165 وخلص وقتك جان بول. جان بول قدر يجمع 2535 نقطة، ومع هذا السكور بيكون إلي جوزي اللي ربح معنا لليوم. رح نقول له كلنا سوا مبروك ونشوف شو هديته، بس اليوم بدي أذكركم كمان إذا حابين تتمرنوا على هيدي اللعبة بتلاقوها اكسكلوزفلي على السايت اللي عم يقطع هلا قدامكم www.youthpackage.com. تمرنوا منيح وفوتوا على بيج بونكي بانو فرانسيز، سجلوا أساميكم هيك بتجوا بتلعبوا مثل ما عملوا إلي جوزي وجان بول وبتربحوا مع بونكي بانو فرانسيز وبس بميني ستوديو. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار مبروك. وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لعبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. رح أخبركم قصة البيضة المنقطة، قصة مهضومة موجودة بهالكتاب الحلو. أنا دايما بنصحكم أنه تقروا لأنه القراءة مهمة. كانت ريما عم تلعب بالحديقة يعني بجنينة وعم تلحق الفراشات، وفجأة حست حالها كأنها عم تدعس على شيء غريب. طلعت بالأرض ولقيت هالبيضة الصفرة المنقطة أحمر. يه تعجبت وصارت تفكر، صارت عم تحلم بهالبيضة وتفكر إنه لازم ترد على محلها. فقالت أكيد لازم رد هيدي البيضة وحطها حد الدجاجة لأن هيدي البيضة جاية من الدجاجة. وق 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 وقيق راحت لعند الدجاجة وجربت تعطيها البيضة الصفرة، بس الدجاجة ما عجب الأمر أبدا أبدا. قامت أخذت ريما البيضة وفكرت شوي، قالت آه ما زال هيدي البيضة مش للدجاجة بتكون للبطة، تعالوا نشوف إذا البطة بتقبل فيها. راحت لحد البطة وحطت لها البيضة الصفرة المنقطة أحمر، بس البطة ما انبسطت ابدا وقالت لك كواك 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 كواك، هيدي البيضة مش لإلي. طب لمين بتكون هيدي البيضة؟ صارت تسأل حالها ريما شو بدها تعمل. بعد شوي طلعت حواليها وشافت عصفورة عم بترفرف بجناحها عم بتطير على مهل، وكانت كأنها عم بتفتش على شي بين الأعشاب يلي تحتها. طلعت منيح ولقيت انه في شجرة. طلعت ريما بالشجرة وقالت ها هيدا مطرح البيضة، هيدا البيضة اكيد للعصفورة، وحطت البيضة الصفرة المنقطة احمر حد بيضة بتشبهها بقلب الشجرة. وهون اطلعت العصفورة وقالت كويك كويك كويك، فهمت ريما انه هيدي البيضة لإلها. بسطت كتير ورجعت على بيتها بسرعة تتخبر امها كل هالقصة الحلوة. وهيدي كانت قصة ريما يلي عملت كتير منيح. نحنا كمان اذا منلاقي حيوان صغير بالطبيعة لازم نرده حد امه،
والبيضة أكيد في بقلبها صوص، مشان هيك لازم نردها حد الدجاجة أو كمان عصفور صغير لازم يكون مع أمه. هاي أكيد كلكم ناطرين تنحضر فيديو جديد بفاني فيديوز، مزبوط كل يوم بمين ستوديو على الام تي في على الساعه 4 في كذا فقره، في اللي بخبركم سؤال بيسالكم سؤال، واللي بخبركم جوسبس كتير حلوين، وفي معلومات كتير حلوه مع كيكي مع دومينيك. شوفي في فاني فيديوز، الفيديو تبع اليوم كتير مهضوم وكتير حلو عن الموفي فور ذا بيردز. اذا مش حاضرينه للموفي من بعد ما تشوفوا هذا المشهد الصغير من الفيلم، لح اكيد تروحوا تشتروا دي في دي او تنزلوه على يوتيوب وتحضروه. احضروا الفيديو لانه كتير مهضوم. هو شكله للبيرد أصلاً كتير مهضوم. عم يتخانق أو يحرقصوا بعض. كانوا واحد صاروا شي عشرة. كلك عيونهم؟ كأنه قال لهم هاي أو شي هيك. عم بقلده، شفتوا شكله كيف قلده ونفش ريشه؟ ما ردوا عليه وتركوه وفلوا. عم بوشوشوا بعض، عم بخبروا بعض شي. هو بده يجي لعندهم. مش هحضركم كل الفيديو، هيك بتروحوا انتو وبتحضروا. طيب ما تنسوا اذا عندكم فيديوز حلوين او مصورين حدا عاملين في ضرب او حيلا شي حلو، بعتولنا اياه على فيسبوك بيج وانستغرام وتويتر وكل وسائل السوشيال ميديا، واكيد انا فرجيهم هون بفاني فيديوز. شوفكم بحلقة بكرة، باي. شفت شو الطقس الحلو اليوم؟ تعريف؟ ايه شليت اشتغل. برافو. خلص بزيادة بزيادة. مدري قد ايه صار لي عم خيط بهالغراب، ما كانوا يعرفوا يخلصوا. ايه شو عبالك نعمل اليوم؟ هيدا سؤال إلو عدة أجوبة. طيب يلا قلي. إذا بدك نروح ناكل بوزة، إذا بدك نروح منجيب شمعة للشعنينة، شمعة للشعنينة. إذا بدك نروح ناكل بجنينة. لا عم فكر روح مشوار، بس لشو بدك الشمعة؟ مش عم بفهم. لا ضويها لأنا مقطوعة الكهرباء. شوفولي لشو أقول لك بدي الشمعة؟ شو ناسي إنه عيد الشعنينة؟ الأحد عيد الشعنينة مزبوط. رح نروح أنا وياك. وأنا بلا شمعة. طيب بسيطة، ما أنت صرت كبير يعني ضروري تكون حامل شمعة. ولو ردون اشموع لأولاد صغار. شوفوني بالضحكة أنت، يعني لا تياب جديد ولا شمعة ولا شيء. طب كيف هذه؟ كيف هذه يعني؟ يعني من كل عقلك بدي جيب لك هلأ شمعة هيك طولك، وبتحب كمان حدا يحملك؟ فكرة ليك عجبتني، بلا شمعة جبيلي حدا يحملني. حلو حلو. لا شوفوني بدي اثنين، بدي شمعة وبدي حدا يحملني. طيب هلا بيضقني ولو لا يعني ناعم وحلو انا يا شوفوني. ردون ردون، هلا انت مصر على الشمعة؟ ايه طبعا، انا ما بروح على الشعنينة اذا ما في شمعة. طب انا مع مين رح اروح؟ لحالي؟ ايه طفلي شوفوني. ليك هلا اجتني فكرة، فوت على المطبخ. ايه افتح الجرور. ايه في شمعة. اوكي جيب لك شي شمعة وتعا من جوا من المطبخ؟ ايه شو بدك يا شمعة؟ ما عاد تفهم عليك. روح وهلا بقول لك ليه. يلا. قال من كل عقله بده شمعة مزينة، روح ادفع حقها. مش معقول هلا انا بعمل له اياها. شوفوني. شو ردون؟ بالجرور الثالث ما في الا هيدي الشمعة. طيب تعا قرب لشوف. تفضلي. صحيح لازم روح اشتري شمعة، ما فينا نقعد ما في ما في ما في الا هيدي. طيب بتمشي هاي؟ حطيها على الارض، شو عرفني بتمشي الشمعة؟ هلا بتمشي، بس انه بتاخذها على الشعنينه. شو هذا؟ هذا بدي اخذها مع الشعنينه. شوفوني ليك، ناسي انه انا خياطه. ليك إيه؟ شوفوني. لا 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 اكيد بهالشيء. شوفوني اكيد بهالشيء. شوفوني ورق وبحط لك روبان غير شكل
مثلا لك لا لكن شو رايك زيني لي بكلون شوفوني شو رايك لا شو حلوه لا مش حلوه شوفوني مش حلوه مش ما بتعرفش انت انت كل شيء تشتغلي يا شوفوني مش ممكن هيك حتى لك ريبون بلزق لك لكن في واحد بده يتجوز بالحي الثاني بتروح تعملي له زينه اعراس يعني شو شو يا شوفوني انت ما بصير هيك انت باسبارتو يعني حطيت لي بابيون حط شو الشغل هيدا لا ما بحمل انا هيك شمعه وشمعة طيب. لتنقطع الكهرباء قلت اللي بتمشي عن جد شوفوني انت 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 رح تجنيني شوفوني طيب خلص انت شو بدك رح نروح على الشعنينة بدي شمعة لروح على الشعنينة ما في ايه مش رايح على الشعنينة بقى مش رايح؟ لا ماني رايح قلت لي مش رايح على الشعنينة لا تياب جديد ولا شمعة ايه طيب اذا بقول لك واذا بقول لك شو بتقولي لي شوفوني شو بدك تقولي لي انت بتحب السيارات ما هيك؟ اكيد سيارات المسابقة هودي السبار بدك تهديني شي سيارة سربرايز شوفوني ايه طايرة ساحرة انت ما هيدي عملت لك اياها سربريز اكيد لك ما فينا اليوم نعيد الشعنينة لا بليز 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 شو هالشي مع الحلوة خدا و حلو حلو عن جد رادو ايه رادو ما بيقولوا ميرسي لشوفوني بلا بس شوفوني ميرسي 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 كثير بس ليكي فيك تجيبي لي فيك تجيبي لي سياره كبيره مثل هيدي سياره كبيره رادو صعب شوي بس لانه نحن بموسم اعياد والكل لازم يكون مبسوط ولابس اشياء حلوه قوم امشي معي تشتري لك تياب جديد لا 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 يلا يلا ردون بسرعة أنا وياك رح نروح نتبضع يس بسرعة لأن هلأ بتغير رأيها شوفوني يلا شوفوني أنا جاي رادون بالاخر طلع له شمعته ما بتزعلوا ابدا شوفوني لانه بتحبوا كثير طيب نحن حلقتنا بتحكي عن الشمعه وهيدي صوره شمعه انا لقيتها على الانترنت مثل ما نكون شايفين مثل ما فسرت لكم بتكون الشمعه من ماده الشمع او بالفرنساوي سير او كمان من البارافين وبقلبها في فتيله من ضوئه وبتدوب هالماده لحد ما تخلص الشمعه وبتعطينا الضوء اكيد بديانات كثيره بيستعملوا الشمع لما بيكونوا عم بيصلوا واكيد بديانه المسيحيه كمان بالكنايس منضوي شمعه بالفرنساوي بيسموها سيرج وهون في عنا انواع كثيره عم فرجيكم اياهم من الشمع في منه المدور الصغير
فينا نحطهم بأشكال مختلفة تنضوي. أكيد نحنا لازم ننتبه وما مندق أبداً بالنار ولا بالشمعة إذا ما عنا حدنا كبير حدنا، لأنه هالشي بيقدر يكون خطر، نقدر نحرق حالنا أو نعمل كمان حريقة. طيب حلقتنا بعد ما خلصت رح نفتح صندوق بريد ميني ستوديو. بصندوق بريد ميني ستوديو عنا رسمات كتير كتير كتير، وبدنا نشكركن على كل هالرسمات وعلى كل الرسائل كمان والصور. هيدي الرسمة الملونة والحلوة يلي بتذكرنا بالربيع من تيا هاني. Thank you تيا، رسمتك كتير حلوة، رح تربح معنا هدية رح نشوفها سوا هلأ، وأكيد رح تخلص حلقتنا اليوم. بس ما تنسوا أنه فيكن تشوفونا عبر الإنترنت، فيكن كمان تبعتولنا صوركن ورسماتكن، وفيكن تتصلوا فينا على الرقم 03-85-86-87 تتعرفوا أكتر وأكتر وين فيكن تلتقوا فينا، لأنه مسرحيتنا رح تبلش وفيكن تجوا تحضرونا على مسرح الجميزة هيدي الجمعة وبكل فرصة العيد. فإذا هلأ من إلكم باي، وبكرة عنا حلقة أكيد واللقاء على شاشة الـ MTV مع كل أصحابنا بميني ستوديو. باي. مبروك، الهدية هي لعبة حلوة كتير تقدمة أبو شبكة. مبروك لألكن، الهدية هي ساعة حلوة كتير تقدمة بيير روجي. كلوي بسايبس، هابي بيرثداي. مبروك، كيدز تينز جايد هو هديتكن لتقدروا تعرفوا وين فيكن تروحوا وشو فيكن تعملوا بلبنان. مبروك، ربحتوا معنا بطاقة تقدروا تقصوا شعركن عند بيكسلز هير سالون. Mini Studio.